بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم هبه من قناه بيتك اجمل مع هبه. روتين جديد بقى النهارده، هنبدا يومنا مع بعض كده ان شاء الله. انا لسه صاحيه دلوقتي، يدوب اتسحرت وصليت الفجر ونمت شويه وصحيت دلوقتي حوالي الساعه دلوقتي حوالي 6 6:30 كده. طبعا البيت كله نايم عندي، فهنبدأ يومنا كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف كده هنعمل ايه في يومنا النهاردة. انا ان شاء الله ناوية انزل السوق، فهنزل السوق دلوقتي كده، مش دلوقتي يعني الساعة 6، لا هنزل كده على حوالي الساعة 10 يكون الناس فتحت، ويكون كمان السمك جه، لان عندنا السمك بيجي على الساعة 10. فهنزل كده عقبال ما اتمشى لحد السوق يكون البياعين فتحوا كده يعني. دلوقتي هعمل ايه؟ عندي غسيل عايزه اخش ألمه. بصوا ده كده عايز يتلم، في هوا شديد قوي، مع ان لسه الشمس لسه ما طلعتش ولا اي حاجه، بس عندنا، او مش عارفه، ممكن يكون انتوا كمان زينا، الدنيا بدات تسقع تاني بعد ما غسلنا البطاطين وشلنا كمان اللبس الشتوي، بدا الدنيا تسقع تاني بالليل. دلوقتي هعمل اللي انا هخش دلوقتي، انا صليت الفجر قبل ما انام، هخش دلوقتي اتوضى كده واصلي ركعتين واقعد اقرا في المصحف شويه، علشان خاطر الحق اللي انا اخلص نهايه المصحف في نهايه شهر رمضان ان شاء الله. اختم المصحف في نهايه شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. يلا بقى انت كمان لو وراكي حاجه، مش حاجه في عمايل البيت، لا، لو وراكي كده فرض لسه ما صليتهوش، او وراكي مثلا اللي انت تقري جزء في المصحف، ابداي اقري بقى، لان خلاص يعتبر الوقت بيجري، فتلحقي تخلصي ويبقى ما عليكيش اي حاجه، يبقى خلصتي كل حاجة في شهر رمضان ان شاء الله، من صوم وصلاة وعبادة وختام المصحف. فانا دلوقتي هروح اتوضى وهصلي الركعتين طبعا معاكم برضو، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا دلوقتي انا اتوضيت خلاص، وهبدأ ان انا هصلي ركعتين. طبعا انا قافلة الفلاش لان كله نايم ما عدا ملك، طبعا هي اللي صحيت دلوقتي. اول ما انا بصحى هي كمان بتصحى على طول، يعني مش بتسيبني في حالي. هصلي ولما اخلص صلاه ان شاء الله هرجع لكم. خلاص دلوقتي صليت الحمد لله، هبدا اقرا بقى في المصحف كده شويه. انا يعتبر في الجزء ال 14، خلصت كتير قوي من عليا الحمد لله، بس بحاول انجز وقت برضو علشان خاطر لو قدرت ان انا اخلصه كله وارجع عيد تاني من الاول يبقى ربنا بيحبني والله. بصي دلوقتي كده انا واقفه عند ثواني افتح لكم الفلاش. طيب اهو بالشكل دوت كده، في سوره يوسف امبارح قريت لحد 44، فحطيت الفصله دي كده عشان ابدا تاني النهارده. طبعا امبارح دوت بعد صلاه العشاء قعدت اقرا شويه، ودلوقتي هقفل برضو معاكم وهحاول ان انا اقرا اكبر كم من المصحف علشان خاطر اقدر ان انا اخلصه. قولي لي في الكومنتات انت وصلتي للجزء الكام، عشان عايزين نشجع بعض ونحمس بعض كده مع بعض. حابه اشكر كل حد سال على منا كويسه الحمد لله. هي هتعمل اشاعه بكره او ممكن النهارده بالليل، لسه على حسب ميعاد الاشاعه بتاعتها. هي كويسه الحمد لله، بتاخد العلاج في ميعاده، بس للاسف هو وشها كله وارم حتى عينيها. يا ريت كل حد بيتفرج عليا يدعي لها بالله عليكم. مش موضوع سهل موضوع كسر المناخير دوت، بس الحمد لله بشكر حبايبي وكل حد اتصل بيا، كتب لي كومنت، دخل كلمني على الخاص، علق لي على اليوتيوب. بجد انتوا ناس محترمه قوي 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 قوي، ربنا يخليكم ليا. ومالين عليا حياتي بجد، انا ما كانش ليا صحاب، بقى ليا صحاب كتير قوي في كل المحافظات في كل الدول العربيه، ربنا يخليكم ليا. مش عايزه اطول اكتر من كده، بقى لي كتير قوي ما عملتش معاكم روتين، فمش عايزه اطول اكتر من كده علشان خاطر نشوف بقيه يومنا في ايه. هروح السوق، ولما اروح السوق هرجع لكم، يعني مش هصور تاني بقى غير لما انزل وارجع لكم، بس هروح اقرا بقى في المصحف شويه عشان خاطر اخلص اللي ورايا الحمد لله.
قولي لي بقى في التعليقات انت وصلتي للجزء الكام، هستنى التعليق بتاعك عشان خاطر نشجع بعض ونشوف انا سابقاكم ولا انتوا اللي سابقيني، شوف مين فينا اللي مقصر. طبعا رحت السوق ولسه جايه دلوقتي، اشتريت شويه حاجات، الاسعار اوفر قوي في السوق، في اسعار مهاوده وفي اسعار اوفر قوي. يعني الطماطم ما ينفعش ان انت تشتريها اصلا، طماطم وحشه جدا 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 فوق ما تتخيلي، والكيلو عامل 7 جنيه و8 جنيه. بصراحه انا ما اشتريتش طماطم خالص، كل اللي اشتريته خضروات يعني حاجات خضره. اشتريت ايه بقى؟ اشتريت فلفل، في ناس بتبيعه ب4 وفي ناس بتبيعه ب6 وفي ناس بتبيعه ب10، دوت ب4 جنيه. ب4 جنيه ليه؟ علشان حجمه صغير بالشكل ده، بس انا لما نقيت لقيت فيه كبير بالشكل ده وطازه. وبصي انا بحب اشتري الفلفل اللي هو بيبقى ناشف كده، بيبقى طازه لسه. اشتريت كيلو، قلت هفرز نصه واشيل نصه عندي في الثلاجه عشان خاطر هعمل محشي. اشتريت كمان باذنجان اللي هو بتاع المحشي ده ب8 جنيه. حلو مش وحش، مش عارف، حاسه ان الناس ما بقتش تنزل السوق الصبح، بتروح بالليل. جننت ونزلت الصبح عشان خاطر السمك، جبت السمك الكيلو ب37 جنيه، هنغسله مع بعض ونوضبه مع بعض. كوسة ب4 جنيه، جبت نص كيلو علشان خاطر حاجة المحشي. والملوخية الحزمة ب5 جنيه، وفي ناس بتبيعها بالكيلو ب10 جنيه، دي كده ب5 جنيه اهي. مرضيش ينزل فيها اي حاجة خالص، قوليلي عندكم كده ولا انا ايه. وجبت كمان ملوخية تانية بس من حد تاني، بحب انا الملوخية اللي هي بتبقى صغننة اللي هي القصيرة ديت، دي مقطوعة. فلما لقيت ديت عند واحد بتاع خضار بيبيع خضرة وكده وحاجات، اللي هي الخضرة المحشي ورق العنب والحاجات الخضرة، فلقيتها عنده حجمها كويس. بحب اللي هي القصيرة دي، بحس اللي هي بلدي. الحزمة دي عاملة 4 جنيه. جبت كمان ورق عنب الكيلو ب15، جبت ربع كيلو اهو، هفرزه معاكم واوريكم طريقتي في التفريز. انا جايبه نص، جايبه ربع وربع، فرز ربع والربع التاني هعمله لكم ورق عنب ان شاء الله، واوريكم طريقتي فيه بتعمله ازاي وازاي بيطلع صغير كده وجميل وزي العسل. الفلفل بقى الحراق دوت بكام يا ربي؟ ب6 جنيه. الفلفل الحراق ده ب6 جنيه، جبت نص كيلو. الباميه بقى ب40 جنيه، فجبت نص كيلو لاني انا مدمنه باميه. بس بصي لسه كبيره ازاي، ب40 جنيه وكبيره، بصي عامله ازاي. قلت اجيب نص كيلو ب20 جنيه لان انا اوريدي ما عنديش باميه في الفريزر خالص. اخر مره رحت اشتريت باميه من السوبر ماركت اللي هي الاكياس المفرزه، الكيس 400 جرام ب22.5، يعني بمعدل 23 جنيه و400 جرام ومش طازه. فقلت لا مش مشكله، اشتري نص كيلو على الاقل طازه وب20 جنيه مش مشكله. جبت نص واحد اهو. طبعا انا حاطه الفلفل معايا، جايبه الفلفل كده تخين شويه عشان هحشيه مع المحشي، بيبقى طعمه حلو قوي. دي المشتريات اللي انا اشتريتها، واشتريت كمان كابوتشا، واحدة كابوتشا. طبعا ده كله كده هيتشال. كابوتشا دي ب4 جنيه، معرفش بقى اضحك عليا ولا لا، ب4 جنيه. والسمك حاطاه بقى في المطبخ، زي ما قلت لك الكيلو ب37 جنيه. هغسله معاكم ونعمل النهارده اكله سمك كده معاكم ان شاء الله، واوريكم طريقتي فيها. هخش بس دلوقتي اتوضى واصلي الظهر علشان خاطر لسه مأذن دلوقتي، فهصليه وارجع لكم تاني. طبعا دلوقتي بعد ما صليت الظهر، طبعا لسه اليوم عندي طويل، فمش هينفع ان انا اعمل الاكل دلوقتي وافضل طول اليوم كده قاعده فاضيه، لا انا فكرت ان انا اعمل الكركديه واغسل السمك معاكم دلوقتي، وادخل انام شويه واصحى نكمل بقيه يومنا، لان انا يعتبر ما نمتش غير ساعتين وصاحيه من الساعه 6 الصبح، فاليوم كده هيبقى ارهاق عليا جامد جدا، ولسه بقى هطول لبعض الفطار وكده. وانتوا فاهمين بقى الجو في رمضان بيبقى عامل ازاي، مفيش نوم خالص. يعني اكتر شهر الواحد ما بيقدرش اللي هو ينام فيه هو شهر رمضان. يعني كل سنه وانتوا طيبين. هبل بقى كركريه كده، لاني هعمل مشروب كركريه النهارده على الفطار، مش عناب. العناب انا بعمله سخن، الكركريه بعمله بميه من الحنفيه. غسلت الكركريه، حطيت شويه كده يعني بمعدل حبه كده في ايديا،
وغسلتهم. لازم تغسليه كويس جدا علشان خاطر بيبقى معرض للهواء، واي حاجة معرضة للهواء بنشتريها من برا لازم تتغسل قبل ما تستعمليها. وحطيت عليه مية وهسيبه بقى كده يعني حوالي 3 ساعات او ساعتين. احنا لسه حوالي لسه دلوقتي الساعة 12:30 واحدة الا، فاليوم هيبقى بالنسبة لي انا لسه طويل، لان السمك انتوا عارفين ما بياخدش وقت. كمان احسن اكلة تعمليها لو عندك عزايم، لو عندك عزومة تقدري اللي انت تعملي اسماك، بجد بتوفر في الوقت، بتوفر في الجهد. هي بتبقى مكلفة شوية زيادة عن الفراخ واللحمة، بس لو حسبتيها والله هتلاقيها هي هي يعني، بس بتبقى راحة ليكي انت شوية. عندي بقى طبقين كده، مش طبقين، كوبايتين على طبق فايدين من السحور بتاع بالليل، ما قدرتش اللي انا اغسلهم بالليل لاني دخلت نمت على طول، ولما صحيت الصبح قعدت اقرا قران ونزلت وجيت، فقلت قبل ما اعمل الاكل او اي قبل ما ابدا في اي حاجه اغسلهم. بالفعل مش هياخدوا مني 5 دقايق، اي نعم المفروض قبل ما تنامي تبقي مخلصه كل اللي وراكي، لكن للاسف بقى انا ما قدرتش، خلاص كان يوم مرهق جدا. بيجي عليكي في وقت كده اللي انت خلاص مش قادره، مع انهم مش هياخدوا 5 دقايق او هياخدوا كمان 3 دقايق، بس خلاص بيبقى غصب عننا. اكيد انت حاسه دلوقتي انا اقصد ايه. خلصتهم والدنيا طبعا عندي نظيفه والولاد لسه نايمين والشقه مترتبه، وشلت الخضار اللي انا جبته من السوق. هبدا بقى دلوقتي اغسل بقى السمك. السمك انا بتعامل مع واحد بيبيع السمك طازه وحلو جدا، مش اي حد بشتري منه سواء الفراخ او اللحمه او السمك، ليا ناس معينه ما ينفعش لو لقيتهم قافلين ما بشتريش. ده كده انا واخده مبدا على نفسي، بحس ان انا الاكل اللي انا لو اشتريته من حته تانية انا مش هاكله او انا وعيالي، فعشان كده ما بشتريش من حته تانية. لازم الحاجات دي تكوني ليكي حد متعامله معاه. بصي هو اصلا منضف لي السمك وغسله، مش محتاج اي حاجه، بس برضو انا بعيد عليه بالفرشه دي، فرشه اسنان نظيفه جايباها مخصصه للسمك. بعد ما بخلص غسيل سمك بنقعها في شويه خل، وبعد كده بروح شايلاها مع المعالق والشوك والحاجات اللي انا بستخدمها. السمك اصلا ما شاء الله لو اكبر، بصي لونه ابيض ازاي وزي الفل من جوه، مش محتاج اي حاجه خالص. بس طبعا لازم انت برضو تحطي التاتش بتاعك كده وتغسليه عشان تتاكدي تماما اللي هو نضيف زي ما انت شايفه كده. بصي بالفرشه كده بتبداي اللي انت تغسلي في السلسله بتاعه السمكيه، بتغسليها كويس جدا عشان لو فيها دم ولا فيها اي حاجه تطلع معاكي. لكن هو بصراحه ما شاء الله مخلولي نضيف يعني من غير ما اقول له والله، يعني انا لقيته مره واحده كده وهو بيديني الشنطه بيقول لي انا بعد ما نظفته غسلت لك السمك، عشان رايحه له بدري بقى وفي الرواقه وكده مش في ضغط الشغل. بالشكل دوت كده بعد ما غسلته هبدا بقى انزل الميه دي كلها، وابدا احط بقى ميه نظيفه من الحنفيه. غرقت الدنيا ميه. دي كوباية خل، هبدأ احط بقى كوباية الخل على السمك. مش بحب احط ليمون وهو بيتغسل، الليمون بحطه في المرحلة اللي هي بتاعة التتبيلة زي ما وريتكم في الفيديو بتاع طريقة السمك. لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، بجد السمك بيطلع مقرمش وبيطلع طري كده من جوه ومقرمش من بره، كمان اللون الذهبي بتاعه بجد سمك يعني ايه اجدح محل مش هيعمله زي ما انا ما بعمله كده. طبعا انا عارفه ان كلكم شاطرين وكلكم ستات بيوت شاطره، لكن ساعات كده في ناس ما بتبقاش لسه عارفه المعلومه ديت، فمعلومه مني على معلومه منك على معلومه من ديت، كلنا بنستفاد من بعض. لو انت عندك اي معلومه تقدري ان انت تقولها لنا في التعليقات، وكلنا بنتكلم مع بعض في التعليقات وبنحكي مع بعض. هبدا اعمل بقى التتبيله بتاعه السمك. طبعا انا عملتها بقى في الفيديو بتاع السمك، انا عملت الفيديو ده سمك لوحده، عملت السمك فيديو لوحده. صح كده، علشان خاطر نستفاد من بعضينا. هسيب لك الرابط بتاع الفيديو دوت في صندوق الوصف. طبعا شفت المواعين قد ايه، يعني لسه غسل المواعين وطلع مواعين قد كده تاني. غسلتهم الحمد لله، كنت بقى جايبه جرجير، نسيت بقى شنطه الجرجير ديت، دخلتها في المطبخ مع شنطه السمك ونسيت اصورها لكم في اول الروتين مع المشتريات،
نسيتها خالص، مع اني صورت لكم الحاجات اللي انا جبتها كلها، وبعد ما قفلت الفيديو علشان خاطر بقى ايه خلاص كنت هحط الموبايل يشحن، قعدت اقول ناسي حاجه ناسي حاجه، اكتشفت ان انا حطيت شنطه الجرجير في المطبخ عشان عارفه اللي هو هيتغسل مع السمك. بغسل الجرجير، انا عن نفسي بحب اشيل الحته اللي فوق، انت بتحبي تشيليها شيليها، مش بتحبي خلاص براحتك. بحس ان هي بتبقى كلها طينه، فبحب ان انا اشيلها زياده استحراز بس مش اكتر، وبحطه بقى كده يتنقع في ميه وشويه خل. وطبعا طول ما انا واقفه كده لو في اي ورقه مش عجباني، ورقه مخرومه في حته صفرة فيها اي حاجه، ببدا ان انا اشيلها زي ما انت شايفه كده. وحاولي على قد ما تقدري الخضروات اللي انت بتجيبيها تغسليها كويس جدا، علشان خاطر بتبقى فيها طينه كتير قوي 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 فوق ما تتخيلي، وكمان بيبقوا رشين عليها حاجات كده عشان تسود في اللي هي تطلع بسرعه. بصي يعني ده اللي انا عماله اشيله ده كله مش جرجير، حاجات كده خضراء محطوطه بتزود الكميه وخلاص. بصي هبدا بقى اصفي الميه، بصي الطينه قد ايه، يعني انا شايفه كمان ان الطينه ديت مش كتير، لكن هينزل طينه تاني، يعني انا عملته كذا مره ونزل طينه تاني. هبدا بقى احط عليه بقى ميه كده، واحط عليه كوبايه خل زي اللي انا حطيتها على السمك. طبعا السمك انا غطيته بقى وحطيته في التلاجة علشان خاطر ايه ياخد كده من التتبيله شويه، عشان انا في الوقت دوت بعد ما خلصت دخلت بقى نمت، صحيت على الساعه 4:30 او 5 يدوب هعمل الرز وكمان هقلي السمك. طبعا السلطه ما بتاخدش وقت خالص. ده الزيت، جبت حله وهحط فيها زيت وهحمر البصلايه بقى بتاعه الرز، رز الصياديه انا عملته معاكم على القناه برضو هسيبه لكم في التعليق المثبت، هو والرز بتاع السمك، هو والسمك. معلش متيسه يا جماعه، الصيام عامل عمايله معايا. هبدا احمر فيه بقى لحد ما تاخد اللون الذهب الحلو ويطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه على السفره. ده شكل السفره بتاعتي، تنفع في عزايم كتير قوي، تقدر اللي انت تعمليها في العزايم. رز صياديه وشويه سلطه وشويه طحينه، وطحينه عملتها معاكم البيتي، وشويه جرجير وشويه مخلل، وطبعا معانا المشروب اللي انت بتحبيه. المشروب اللي انت بتحبيه اعمليه، سواء صوبيا، تمر، كركريه، خروب، اي حاجه. بلح، استنوا مني فيديو البلح دوت هيعجبكم قوي وهيعجب ولادكم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ده كده شكل السفره بتاعتي، حاجه بسيطه على قد الايد، مش تكلفه عاليه. ست البيت الشاطره هي اللي تقدر تمشي بيتها على قد امكانياتها هي، مش على قد امكانيات حد تاني. مشي بيتك على قد امكانياتك انت. طبعا فطرنا الحمد لله، وغسلت المواعين زي ما انتم شايفين كده. استني فيديو المواعين، ده فيديو جامد جدا جدا جدا، ان شاء الله هينزل لكم بعد الروتين دوت. غسلت المواعين زي ما انتم شايفين كده، والدنيا عندي متظبطه. مواعين كتير قوي بس قدرت ان انا اتغلب عليها. مواعين لما بيبقى عندك اكلة سمك وزفاره وكده بيطلع مواعين كتير، وبتبقي عايزه تخلصيها بسرعه علشان خاطر تحافظي على نظافه الشقه، وكمان تحافظي على ريحتها ما يكونش فيها ريحه زفاره. فطبعا لازم تتغلبي عن الموضوع دوت، اللي انت تغسلي المواعين اول باول، والقشر بتاع السمك تتخلصي منه على طول. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده والروتين بتاعي، يا رب يعجبكم. عملت لكم الروتين اهو من اول ما صحيت الصبح لحد بالليل، اتمنى يعجبكم. قولوا لي لو عايزين حاجات من ديت كتير ان شاء الله هعملها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.